السلام عليكم. في مثل هذا اليوم الأول من يناير عام 2010 رحل السياسي اليمني الكبير فيصل بن شملان مختتما حياة 76 عاما حافلة بالأداء الذي جسد خلاله نزاهة المسؤولية ونظافة اليد والإخلاص الكبير لوطنه اليمن. خاض بن شملان أول انتخابات رئاسية حقيقية أمام المخلوع صالح الذي هزم مرتين، إحداها عبر صناديق الاقتراع التي مالت لصالح بن شملان، وجرى إخفاء هذه النتيجة بالقوة بشهادة كثيرين منهم قائد الفرقة الأولى مدرع آنذاك علي محسن الأحمر، والثانية أمام الشعب اليمني الذي ثأر لاحقا لأصواته المهدرة. ذكرى وفاة بن شملان السادسة لا تؤشر إلى رحيل إنسان أجمع اليمنيون على احترامه، بل أيضا إلى الحقيقة التي ظهرت حينما قرر بن شملان خوض المنافسة الشجاعة في مناخ متوتر للغاية بغية الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، فقوبل بكل وسائل الاحتيال على الانتخابات والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. خلف الجدل على نتيجة الانتخابات الرئاسية حينها مناخا محتقنا هدد باندلاع ثورة شعبية مبكرة قوبلت بتهديد صريح من المخلوع بمواجهة أي تحرك بالنار. يسرنا أن نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني عن رحيل بن شملان طاويا حقا أصيلا بالفوز مقابل سقوط ذريع لخصمه سياسيا وتاريخيا عند أعتاب السلطة التي تركته يصارع الطواحين في صنعاء حتى اليوم. أرحب بداية بضيفي في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير ثم نعود للبدء بالنقاش، تفضلوا باللقاء. نعلم أن الوحدة اليمنية هي خلاص للشعب اليمني كله. الأول من يناير بالنسبة لليمن ليس مستهل عام جديد فقط، بل نهاية مسيرة بطلها سياسي كبير غادر الحياة قبل ستة أعوام مخلفاً إرثاً من الممارسة السياسية المشرفة. هذا الزخم في تلك المهرجانات كسر حاجز الخوف، حاجز الخوف من أن ينافس الرئيس علي عبد الله صالح أو غيره في منصب الرئاسة. فيصل بن شملان الذي خاض أول منافسة حقيقية على منصب الرئاسة في اليمن وكشف بأدائه القوي زيف الادعاءات التي ظل يسوقها المخلوع صالح عن حقيقة التزامه بقواعد الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، أنهى فيصل بن شملان مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح والمثال الحسن عن نزاهة المنصب وجدارة المسؤولية في كل المواقع الحكومية التي شغلها في ظل التشطير والجمهورية اليمنية الواحدة. وعلى هذا الإرث راهن اللقاء المشترك وهو تكتل المعارضة الرئيسي في اليمن ما قبل ثورة 11 من فبراير 2011، فدخل بن شملان السباق الرئاسي بأمل ينعقد على آمال الملايين من اليمنيين الذين صبطوا له واستطاعوا أن يجردوا صالح من ميزة أنه رئيس مجمع عليه. شخص إرهابي كبير كان ينوي بعمل أعمال إرهابية في العاصمة صنعاء ضد منشآت أمريكية وفندق موفنبيك، وهو اتضح في الصورة أهو هذا الولد الياور الذي يقف أمام مرشح المشترك. عمل صالح كل ما بوسعه لشيطنة منافسه ولم ينجح في التأثير على النتيجة، فتواطأت لجنة الانتخابات معه وفرضت نتيجة مغايرة عن تلك التي جاءت بها صناديق الاقتراع. لم يكتفي المخلوع بالتزوير بل أعد العدة لمواجهة خيار فوز بن شملان وهو الخيار الذي أفشله بسطوته ونفوذه على الدولة. كلامه قال غلط الكمبيوتر طلع بن شملان ما نجح، هدد ما هو بالدبابات حرام ما دخل بن شملان ولا حكم، ادوا الدبابات ادوا الطائرات يلا. هذا كلام الأخ علي عبد الله صالح. رحل بن شملان في الأول من يناير 2010 وبرحيله طويت حقبة مهمة من تاريخ اليمن لم يهنأ خلالها المخلوع بالسلطة، فبقدر ما حرص عليها خذله فساده وسوء إدارته للدولة، فكان الحصاد ثورة شعبية عارمة أسقطته من علياء السلطة وحولته إلى مجرد زعيم حرب يتوارى نجاة بنفسه في أقبية صنعاء. هو الثمن المستحق لرئيس اختتم حياته السياسية بالخيانة حينما تآمر على نتيجة الانتخابات وتآمر بعدها على إسقاط الدولة والجمهورية وأعاد السلطة هيبة ناجزة لأعداء الشعب الإماميين الجدد. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، إذا ما بدأنا بالحديث، ما الذي يعني في هذه الذكرى، ذكرى وفاة فيصل بن شملان، ما الذي مثله الفقيد بالنسبة لليمن من رمزية سياسية؟ أولا
دعني أقول أنه ما زال عائش في ذاكرتنا الوطنية. وبنفس الوقت أشكر يعني قناة بلقيس يعني بعيدا عن المجاملات على هذا التركيز الاستثنائي لأهمية الرجل الذي لا تقل عن الزبيري والنعمان وعن الوطنيين لثورتي أكتوبر وسبتمبر. هذا الرجل ثروة وطنية لم نستغلها بعض، حتى الآن لم نستغل هذه الثروة الوطنية في مصالحة المواطن مع رجال السياسة ومع رجال العمل الوطني. كيف ذلك؟ هذا الرجل من النقاء والوطنية العالية، لكن ما الذي حدث؟ لماذا لم اكتشفه؟ وسأعطيك بعض الجمل. هذا الرجل قدمه اللقاء المشترك في انتخابات، ونحن نعلم أن المجتمعات التي لم تحدث تغيير تخشى من التغيير، لم تعرف تداول السلم من السلطة. صحيح. كان يتوجب أن يتم تسويقه قبل عام أو عام نصف، ليس كمرشح وإنما كشخصية وطنية المواطن اليمني يتعود عليه، يشعر بالإطمئنان عليه، ثم تقدمه للانتخابات. لكن شاءت الظروف أن يتقدم فجأة، وكان هنا قلقا لأنه الرجل غامض، ولم حتى اللقاء المشترك لم يعمل على تقديم الرجل بحجمه الوطني. وبعد الانتخابات لم يستثمر هذا الرجل. هذا الرجل استخدم في كلماته عندما تقدم للانتخابات، فقط سأتحدث الانتخابات ثم أعود، ما الذي عمل من عمليات ينبغي أن نعيده إلى المشهد وأن يدرس في الكتب المدرسية للتلاميذ الشعب اليمني ليتصالحوا مع ذاكرتهم، ونشعر اليمنيين بأن في اليمن هناك رجال وطنيون أنقياء. صحيح. وطنيون قادرون على فعل. هذه انتخابات الرئاسية التي كان شعارها رئيس من أجل اليمن لا يمن من أجل، لكن استخدم جمل وقال تقدم الانتخابات واجب وطني، هذا واحد لتثبيت الديمقراطية. ثم استخدم بعد سطرين أثناء الحديث وتقدم الديمقراطية، وهذا يعبر عن وعي الرجل بما سيقدم عليه، لأن كانت اليمن حتى ترشحه للانتخابات لم تشهد تداول السلمي للسلطة، وحدثت هناك تعديلات وحدثت تغييرات دستورية، وبالتالي أصبح المواطن فاقد الثقة بالعملية الديمقراطية. لأن ما الذي يفقدك الثقة؟ المخلوع أضعف الأحزاب السياسية، أضعف الأحزاب، ولم يحدث تحول. بالتالي المواطن يقول لك مش إيش ماذا تفعل الأحزاب السياسية، أنا لا أؤمن بالتداول السلمي للسلطة، الأحزاب غير قادرة. وبالتالي لماذا؟ لأن التحول الديمقراطي بحاجة إلى مرحلة تسمى مرحلة تثبيت، مرحلة تجذير الديمقراطية، وهو استخدم هنا كلمة تثبيت. وهناك علم قادم في الترانزيتولوجي يسمى تجذير الديمقراطية. الرجل عندما تقدم الانتخابات لأول مرة وكان هدفها واضح، وأنا كتبت عن هذا، كان هدفها حتى من اللقاء المشترك هو يعني إحداث حراك هز، لأنه نحن ندرك، هم يدركون ما الذي سيقوم به المخلوع في حال ما تم إعلام فوز بن شملان. انظر ماذا فعل الآن بالشباب وماذا أحدث من ارتباك، وكيف سلم السلطة وكيف دمر مقدرات من أجل بقائه في السلطة. بالتالي هذا الرجل قدم أولا كرجل وطني أول شخص يمني وزيرا بعد خروج البريطانيين، هو تقني، هو يسمى يعني موظف تقني ورجل تقني ليس حزبيا، أدار مصفى عدن بعد خروج الإنجليز بتقنية وأدارها بنجاح. ثم كان وزيرا، وعندما استقال من الوزارة وضع سيارته في حوش الوزارة وعاد إلى منزله بسيارة أجرة. ثم في 2003 عندما قدم البرلمان، جدد سنتين لأعضاء البرلمان، قال أن الشعب لم يفوضني إلا لأربع سنوات، وأنا لا أستطيع أن يفوضني البرلمان. وهذا نضج سياسي عالي وسمو وطني ينبغي أن يدرس. وبالتالي نحن أمام شخصية استثنائية وطنية ينبغي أن تظل حية في ذاكرتنا، وينبغي أن نخلده مثل النعمان والزبيري وكل الشخصيات الوطنية. طيب دكتور، دعنا نشترك في معنا في النقاش الناشط السياسي السيد عبد العزيز الماطري. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور، أهلا بكم. طبعا تنضم لنا من القاهرة، أهلا بك أستاذ عبد العزيز. هذه الفكرة، هذه الذكرى لفيصل بن شملان، ذكرى رحيله، كيف يجب أن تقرأ في سياق ما تشهده اليمن الآن من مرحلة عطلت فيها العملية الديمقراطية، عطلت فيها العملية السياسية برمتها؟ فيصل بن شملان، في البداية أولا نترحم على
الرمز الوطني في ذكراه السادسة، وفيصل بن شملان يمثل رمز وطني كبير ومثال لطهر الإنسان اليمني وحلمه بالتغيير. بن شملان كان رجل دولة من الطراز الرفيع الذي قل نظيره. بن شملان يمثل رمز أيضا للتغيير وتوق اليمنيين إلى أحداث التغيير وبناء دولتهم. إذن نحن نكره هذا المناسبة من خلال المشهد الجاري واستمرار الإصرار الجماهير اليمنية في الدفاع على حلمها والقتال في سبيلها حتى تحقيق الدولة المدنية. إذن لا يمكن لنا أن نفصل ما بين ذكرى فيصل وفاة فيصل بن شملان باعتباره رمز عظيم من رموز التغيير وتوق اليمنيين إلى أحداثه. فيصل بن شملان بقبوله بالترشح أمام رأس النظام في 2006 هو كان يعد عمل فدائي من الطراز الأول. طيب الآن نعم تفضل تفضل أكمل أكمل صورة الجماهير وهي تحتشد في الميادين وفي مهرجانات المرشح الرئاسي فيصل بن شملان ستظل صورة من الصور الناصعة الذي جسدتها الجماهير اليمنية وهي تحلم وتحاول أن تعبر إلى تحقيق هذا الحلم الذي يراودها لعقود بل ولقرون. طيب الآن هناك حديث عن تجريف للحياة السياسية والديمقراطية من خلال الانقلاب، كيف كان سهلا بالنسبة للانقلابيين أن يحدثوا هذا التجريف على سنوات من العمل السياسي من العملية الانتخابية وأن شابتها الكثير من الملاحظات في نهاية المطاف؟ يجب علينا أن لا ننسى يعني التاريخ، تاريخ العملية السياسية والعملية الديمقراطية منذ الوهلة الأولى لإعلان الوحدة اليمنية باعتبار أن الديمقراطية مثلت رديف للوحدة اليمنية، وعمد النظام السابق في أن الالتفاف على هذه الشرط أو هذا الرديف الوطني المتمثل في الديمقراطية والالتواء عليه بكل الأساليب وكل ما أوتي من قوة منذ بداية الوحدة. حاول بكل الأساليب والطرق تميع الفعل الديمقراطي وتحويله إلى مجرد برواز. في البداية أولا سعى في أن يعمل على توحيد الأداة السياسية باعتبار أن لدينا ديمقراطية أو نظام سياسي قائم على التعبدية السياسية والحزبية. أراد دمج المؤتمر الشعبي العام بالحزب الاشتراكي حتى يتم إفراغ الشكل الديمقراطي المتخلف من مضامينه. عندما فشلت هذا المساعي بدأ للتخطيط للحرب، حرب 94 تمثل أيضا ذروة العنف ضد الفعل الديمقراطي والوطني في البلد. بعد حرب 94 سعى النظام في خلق مشهد جديد مغاير وإفراغ، وحاول بكل ما أوتي من قوة في إفراغ العملية السياسية والهامش الديمقراطي في التضييق عليه. وعرفنا كيف أن في تلك الفترة يعني ممكن نختزلها ونقول أن في جملة واحدة أن من كتب لبقى، وكيف كان يعتدى يتم الاعتداء على كل الكتاب والصحفيين من أجل إسكات صوتهم. تطور الأمر إلى أن بدأت تتخلق يعني التحالف المشترك المشترك في أن سعى إلى أن ينقذ العملية الديمقراطية من أن تموت بالمطلق، لأن النظام لم يكن يرد من الديمقراطية إلا أن تكون عبارة عن برواز وعن صورة للترويج ولأجل استطالة حكمه ويعني للسيطرة المطلقة على كل مؤسسات الدولة. هذه مرحلة. المرحلة الثانية كانت تمثلت في أن عندما قبل المرشح فيصل بن المهندس فيصل بن شملان في المشاركة مرشحا عن اللقاء المشترك في الانتخابات والاستحقاقات الرئاسية، كان يعني النظام شعر في تلك الفترة
بتهديد كبير لبكائه في الحكم، ولم تكن النتيجة كما تم الإعلان عليها. حدث التزوير لأن النظام كان بمساعيه يريد تزييف وتزوير إرادة الناخبين، ولا يريد إلا أن يكون هناك صندوق يتم الترويج له ومن أجل تلميع صورته أمام في الداخل وفي الخارج. لكن الانتخابات 2006 كانت فعلا يعني أنها منافسة قوية، حتى مع أن النظام استخدم كل إمكانيات الدولة. كان المرشح اللقاء المشترك منافس لمرشح الدولة والنظام، ولم يكن هناك نوع من التكافؤ في الفرص. لم تكن الديمقراطية يعني أو شروط الانتخابات حرة ونزيهة، وإنما كانت تعبير عن يعني عن تزييف إرادة الناخبين وتوجهاتهم الحقيقية وأصواتهم التي كانت تصب إلى صناديق الاقتراع. إذن أشكرك. نعم أستاذ عبد العزيز. نعم تفضل، لكن بعجالة. المرحلة الذي بعدها أن عندما أعلنت النتيجة لم تكن أغلب الجماهير قابلة بها، قابلت بها أحزاب اللقاء المشترك مكرهة حتى لا يحدث التصادم وجر البلاد إلى طريق العنف. ولكن فيما بعدها بدأت توجد مظاهر رفض شعبية نتيجة تزوير النتيجة. تمثلت في ماذا؟ تمثلت في ظهور الحراك السلمي الجنوبي باعتبار تجربة نضالية فريدة، كانت تجربة ملهمة. وأيضا أنا أقرأها بأنها يعني إرهاصة من إرهاصات ثورات الربيع العربي. تلك الجموع التي كانت تخرج وهي يعني تجمعات سلمية، وكانت تقمع بكل صور العنف وبكل يعني غل وحقد نتيجة لخروج أولئك أبناء الحراك في سبيل المطالبة بحقوقهم. إذن هي بدأت تتخلق هذه الأشياء وتوجد كحركة رفض، لكن النظام ظل في مساعيه في محاولات الدؤوبة والمستمرة في الأولى دون توسع الهامش الديمقراطي في البلد. إذن أشكرك. نعم أستاذ عبد العزيز. وصلت أيوة. وصلت الفكرة أستاذ عبد العزيز الماطري الناشط السياسي، كنت معنا عبد الهاتف من القاهرة. بالعودة لك دكتور عبد الباقي، الآن كانت هذه المرحلة شهدت اتهامات كثيرة من قبل صالح لفيصل بن شملان، ومحاولات كثيرة للضغط عليه وتشويه العملية الديمقراطية ووقتها ربما في مهدها باعتبارها أولى انتخابات مثلت نوع من شكل من أشكال الديمقراطية وإن كانت في بدايتها. هذا الأمر هل شارك فيه آخرون خارج تحالف يعني النظام الذي كان موجود فيه؟ من شارك في هذه المحاولات أثناء ذلك؟ أولا دعني سأجيب على السؤال، لكن دعني أقول أيضا أتحدث وهي مدخل للإجابة على سؤالك، يتعلق بكي من المرشحين تعرف حجم التخطيط. عند المخلوع صالح يعني كان لديه مرشحين المجيدي وياسين عبد السعيد، وفي لأنه كان لديه في حال انسحاب مرشحي اللقاء المشترك العزب وبن شملان كان سيستمر في العملية الانتخابية وفقا للدستور، لابد من انتخابات تنافسية، وبالتالي كان محضرا لهذه اللحظة. اثنين، إذا أردنا أن نكشف إلى مدى جدية هذه الانتخابات ستلاحظ أن أحد المرشحين كان يعني في برامجه الانتخابية يدعو لانتخاب صالح، وهذه سابقة في التاريخ الانتخابي في العالم أن مرشحا انتخابيا نريد رئيسا صالحا قويا، نريد رئيسا صالحا، هذه أحد المرشحين. وبالتالي لأول مرة سابقة في التاريخ العالمي مرشح انتخابي يدعو لمرشح آخر. الجانب الآخر، حتى نعيد هذا الرجل إلى الذاكرة الوطنية ونضعه في مكانه، عندما تقدم الانتخابات من ضمن الاحتمالات تصفيته، وبالتالي اللقاء المشترك وضع من الحسابات أن وضع مرشحا بديلا في حال ما حدث مكروها لبن شملان من التصفية أو إلى آخره أو إلى، وبالتالي كان العزب مرشحا بديلا لاستكمال بقائه في الدورة الانتخابية في حال ما حدث تصفية لبن شملان. وهذا ينبغي أن يعلمه المواطن اليمني ليدرك لماذا وضعت الزبيري والنعمان وبن شملان في خانة واحدة. اثنين، المخلوع صالح استفاد من الثورة
البرتقالية هناك خبراء، ولو رجعنا إلى الثورة البرتقالية كيفية التعامل مع الخصوم، استخدم الإرهاب، التصفية، التشكيك، نفس الخطوات التي اتبعت في أوكرانيا لضرب المنافس من حيث تسميمه، اتهامه بالتطرف. وقبل قليل لاحظنا وهو يضع الصورة في التقرير. في التقرير، وكان هذا أيضا نفس التهم، محاولة تصفية بالتسميم هناك، محاولة التهم بالتطرف، الضغط. لكن ما الذي حدث في أوكرانيا؟ كان المجتمع لديه حراك اجتماعي وحركة اجتماعية أدت إلى التغيير. في اليمن كان المجتمع غير قادر على الانتظام، واللقاء المشترك كان هدفه هز الحقل السياسي لإحداث بعض المطالب تمهيدا للمرحلة اللاحقة. إذن المخلوع صالح أعد خطة لإزاحة بن شملان، منها التهديد. اثنين، حتى اللجنة العليا للانتخابات، التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية، فليعلم الجميع. وأنا مرة في أحد المرات سألت وزير حكم محلي من اللقاء المشترك، قلت له هل لديك التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية؟ لا يملكها، لأنها تقسيم الأتراك، قسمت الأتراك وقسمت وفقا لتوازنات قبلية، وهم يقسموها وفقا للانتخابات. اثنين، هناك أيضا كثير من المعوقات التي وقفت أمام صعود ابن شملان لسدة الرئاسة، ولم يكن ذلك هدفا رئيسيا، لكن أحدثت تحولا كبيرا وقادت ومهدت تلك العملية إلى عمليات مستمرة لتقودنا إلى ثورة الشباب. إلى طيب، حتى لا أنتقل إلى هذه النقطة قبل أن يعني أوفي النقاط السابقة يعني مداها الكامل، هل يعني وضع المشترك كما فهمت منك إلى أن فيصل يعني محاولة الدخول بمرشح بهذه الانتخابات هو عملية هز ويعني خلخلت الوضع الصلب بالنسبة لصالح الذي كان موجود، هل كان مساهما في عدم اكتمال أو وصول بن شملان للرئاسة؟ لا، اللقاء المشترك كان يدرك تماما. هل ألزم جميع قواعده بانتخاب؟ لا، ليس إلزاما، كان هو ذاهب حتى إذا بن شملان. حتى بن شملان، وهذا وفقا ما تحدث الجميع أنه تحصل على يعني نسب أعلى مما ذكر في النسبة، ولكن المشترك يدرك، نحن ندرك من الحرس الجمهوري والأمن القومي والأمن السياسي، بالتالي هو يدرك ذلك. لكن ما الذي حد نحن عندما نحاسب اللقاء المشترك ينبغي أن ندرس الحالة منذ عام 92 حتى 2005. اللقاء المشترك مطالبه، أنا درستها في دراسة حول مطالب الأحزاب السياسية وتتبعتها من 92 حتى 2005 أثناء إعلان برنامج السياسي للقاء المشترك. كان كل هذه المطالب، إصلاح اللجنة العليا للانتخابات، إصلاح النظام الانتخابي، لم يكن لهذا اللقاء المشترك برنامجا سياسيا إصلاحيا، ولم يكن له رؤية إلا مع إعلان البيان السياسي أو البرنامج السياسي، وبالتالي التقدم من خلال مرشح. وهذا الرجل كان يترفع عن الحزبية، ولكنه نظرا لوعيه الوطني العالي ولإدراكه لما يقوم به ولتحمله احتمال تصفيته بنسبة عالية، تقدم باسم مجموعة من الأحزاب. وإن كان مجموعة من أحزاب اللقاء المشترك الآن نتحفظ على يعني اعتبرها أنه من أحزاب اللقاء المشترك. أيوة، في هناك حزبين كانوا يلعبون دور، يحازوا إلى دور الإمام الآن. لا هم كانوا يقوموا بأدوار وتوزع في الحقل السياسي. بالتالي اللقاء المشترك أيضا حتى في حملته الانتخابية، أنا تابعت الحملة الانتخابية وأنزلت عليها أكثر من دراسة حول ابن شملان، وتم أيضا دعوتي من ابن شملان، ولكن لم تتحضر في المقابلة، ولم أكن في تلك اللحظة أدرك أهمية هذا الرجل على المستوى الوطني وعلى مستوى النزاهة وعلى مستوى المصالحة مع ذاكرتنا الوطنية للجيل القادم. نحن فقدنا الثقة بالمسؤولين، فقدنا الثقة بكل من يديرون السلطة. الآن لو ذكرت، لو قلت لمواطن يمني مسؤول، يعني أنه فاسد، يعني لديه سيارة، لديه فيلا، لديه حساب. لكن هذا الرجل كل هذه الأوصاف التي رسمت في الذاكرة للمسؤولين قام بكسرها، والتي وزعها المخلوع صالح وعمم الفساد، لأنه كان يعين ابن المسؤول المالي يعينه مسؤولا ماليا، كان يقوم بالتوريث، كان يعمم الفساد، كان في قسم الشرطة تذهب تدفع ثمن الطقم القادم، في الشارع تحل مشكلتك ثلثين بثلث، في المؤسسات المرتب أقل ولكن البدلات
أكثر. وبالتالي وهذا ربما ما يمكن فهمه من لا أنا ينبغي على المواطن اليمني أن يدرك أنه أول وزير في اليمن يترك سيارته في الحوش ويعود بسيارة أجرة، أول رجل. أنا أقدر هذا الموقف وسأكرره حتى لأبنائي، أن الرجل لم يقبل بتمديد شرعيته في البرلمان، لأنه المجتمع يمثل الإرادة لأربع سنوات، لا يمكن لك أن تمنحك أن تمنح ذاتك الإرادة. بالتالي هذا يعبر عن نضج ووعي. اثنين، نحن أمام شخصية ينبغي أن تدرس في المدارس الابتدائية، وينبغي أن نعيده، واللقاء المشترك نعاتبه شديدا، لأنه كأنه استخدم الرجل للانتخابات ثم لم يبين للشعب اليمني من قدم ومن الرجل هذا الذي قدم هذه. طيب، سنحاول تسليط الضوء على ذلك وما يمكن فهمه من معركة الديمقراطية يعني استيحاء التجارب من تجربة بن شملان، لكن قبل أن نذهب يعني قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير دكتور، بعده نستكمل النقاش مشاهدينا، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم لنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عدنان العديني. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور. أهلا بكم أستاذ عدنان. يعني في ذكرى رحيل فيصل بن شملان، كيف يمكن استلهام التجربة التي خاضها والتحدي الذي قام فيه في الانتخابات الرئاسية ومواجهة نظام صالح في أوجه أنذاك لتحولات ديمقراطية ستبنى في المستقبل؟ تجربة فيصل بن شملان يمكن أن أذكر لها من عدة زوايا، وخاصة أنها تجربة جاءت في لحظة لم يكن صالح يتوقعها. كان الرجل يعتقد أنه يعني كاد أن يتوج نفسه ملكا جمهوريا، وظهر فجأة فيصل بن شملان ليعيد الاعتبار للشعب ويسقط مشروع الثورية الذي كاد صالحا يتمه في هذه السنوات التي سبقت الثورة. فيصل بن شملان جاء من خارج شبكة الولاءات الفاسدة التي صنعها علي عبد الله صالح، بل وفي مواجهتها، وحاول أن يكرس مفهوم جديد للطبقة الوسطى، وأن باستطاعتها فعلا أن تسقط مشاريع الثورية التي تعززها السلطة. فعلا استطاع أن يعيد الاعتبار للشعب، وأيضا أن يثبت بأن هذه الطبقة النزيهة التي نشأت من خارج شبكة الولاءات وفي مواجهتها قادرة على تحريك الشارع والاعتماد عليه في إحداث تغيير من هذا النوع الهائل والكبير. ولولا حالة الفساد والسيطرة على المؤسسة العسكرية لكان قد تسلم السلطة في 2006. طيب، الآن هناك من يتحدث عن أهمية لاستحضار الوعي بالحياة الديمقراطية، خاصة بعد أن تكلل معركة استعادة الدولة بالنجاح. هل يعني هناك رؤية استراتيجية بحسب علمك لدى الأحزاب اليمنية، لدى النخب السياسية، للبناء على هذه الرموز التي مرت بالتاريخ اليمني، وتعليم ويعني بث قيم الديمقراطية بداخل الشعب وغرسها بشكل أكبر في المستقبل؟ تكمن أهمية فيصل بن شملان بأنه الشخصية اليمنية الوحيدة التي حفرت في الذاكرة اليمنية وسكنت الوجدان اليمني الكامل في الشمال والجنوب في الشرق والغرب، تجد فيصل بن شملان محل إجماع. هذا الأمر لم يحظى به أي زعيم سابق، الزعماء السابقين كانوا إما في الشمال أو في الجنوب. الرجل كان امتداد للمجتمع اليمني في فوق كامل الجغرافيا. بالنسبة للديمقراطية، هو ليس لنا خيار لا فعلا تعزيز الديمقراطية، على اعتبار أن الديمقراطية هي الطريقة الأسهل لجعل الإرادة الشعبية حاكمة على الحكام، أو الإرادة أو القرار الجماهيري هو الذي يحكم البلد. وبالتالي في أي نضال لا يمكن أن يكون مثمرا أو يؤدي مهامه التاريخية إلا إذا انتهى بتعزيز موقع الشعب. تعزيز موقع الشعب يعني ديمقراطية ناجزة بأدواتها السلمية، لا يستطيع الحكام الاستقرار فوق مناصبهم إلا بعد الاستئذان من الشعب. إذا ما صار هذا الأمر، أما والحكام يستطيع البقاء في مواقعهم دون العودة إلى الشعب، فهذا الأمر يعني سيعيدنا إلى الأزمة من جد. أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عدنان العديني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. وبالعودة إليك دكتور عبد الباقي، ما هو يعني الآن ما هو مصير هذه الديمقراطية في ذكرى وفاة بن شملان؟ ما الذي يعني سيحدث؟ يعني بن شملان وصلت الديمقراطية في فترته إلى ذروتها في فترة تنافسه مع نظام المخلوع، الآن كيف ستتحول؟ لا يمكن القول أنها وصلت إلى ذروتها، ولكن المجتمعات الأوروبية
تحدث في اليمن طبعا. أنا في اليمن عندما تحدث تحولات لا تحدث ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، يتم الانتقال الديمقراطي ترانزيتولوجي، يمر بثلاث مراحل: أحادية، مرحلة وسطى، مرحلة ما يسمى التجذر. المرحلة الوسطى هذه مرحلة كبيرة يتم فيها تغيير المناهج، التنشئة الاجتماعية، انتخاب أندية مدرسية، من المدرسة التربية، الأحزاب تمارس الديمقراطية من الداخل، القانون يتعدل، تتجذر، يصبح السلوك الديمقراطي سلوكا واعيا وغير واعي. بمعنى الآن عندما يتحدث معك واحد حزبي يقول لك عزك الله امرأة، هو يتحدث عن لكن ما زال يحمل موروثا لم نستطيع بالتربية وبالتحول الديمقراطي أن يتحول إلى رجل يتحدث عن المواطنة بشكل متساوي، أو رجل يتحدث عن حزب وما زال يتحدث عن سادة وعن شيوخ بقبائل وعن مهمشين، وهو يتحدث عن مواطنة، يتحدث عن الجمهورية، ولكن يتحدث يقول لك هذا سيد، هذا مهمش، هذا هنا، هذا هو الموروث. بالتالي عندما المجتمعات يتم فيها التعليم والتقدير اللغة وتقدير العملية الديمقراطية يصبح يمارس المساواة بشكل لا واعي، يعني لا تنطق لسانك عزك الله أو هذا ينتمي إلى طبقة أو إلى آخره. بالتالي ابن شملان يمر في المرحلة الوسطى، مرحلة ما يسمى يعني إحداث التحولات، سيبقى في الذاكرة كتراكم تاريخي، وهو استخدم كنقطة فارقة، لا نقطة يسموها تراكمية، تراكمية بمعنى تحدث تأثير تراكمي. لذلك ستلاحظ استخدم جمل أنا تفاجأت اليوم وأنا أعيد إلى خطابه، عدت اليوم إلى ما صرح به عندما ذهب إلى اللجنة العليا للانتخابات، واستخدم كلمة تثبيت واستخدم كلمة تقدم، بمعنى وقال تحسين سمعة اليمن. يعني ذهبت للانتخابات لتثبيت الديمقراطية في اليمن، كان يدرك أنه يقوم بعملية تراكمية. ثم قال إجراء انتخابات شفافة يساعد في تحسين سمعة اليمن، وهذا أيضا وعي عالي، وأيضا يتحدث عن تقدم ديمقراطي، وهذا هو العملية ما يسمى المرحلة الوسطى. بالتالي هو خلق تراكما أدى إلى اختناق أحزاب اللقاء المشترك، وصلت إلى مرحلة ما يسمى بافتقاد ما يسمى الاقتدار السياسي، بمعنى أن المواطن اليمني أصبح ينظر إلى الشيخ أنه الفاعل والقادر، بينما الأحزاب السياسية المخلوع أضعفها وحاصرها، وأصبح المواطن يقول رئيس الحزب إيش بيفعل لي؟ اللي بيخرجنا من السجن الشيخ، الذي بيحمينا الشيخ، لغير قادر أمين عام الحزب أن يحمي نفسه في قسم الشرطة. الانتخابات لا تؤدي إلا إلى ثلثين وثلث. صحيح أن اللقاء المشترك ساهم من خلال البرنامج، يعني القوانين الناظمة للانتخابات، لما حصل 10% من الأصوات عندما تقبل بمجلس الشورى ليكون يمارس مهام تشريعية وهو مجلس تشريعي، هناك أخطاء كارثية للقاء المشترك، إلا أن 50% من أخطاء اللقاء المشترك وربما 90% تغفر لهم بترشيح هذا الرجل يصبح في الذاكرة الوطنية، لكن ارتكبوا أخطاء. بالتالي هنا التراكم كيف يحدث؟ يحدث بمعنى أنك الأحزاب بعد هذا الإرباك، أصبح المواطن وصل إلى مرحلة، وأنا أقمت دراسة حول ثقة المواطن بالأحزاب الرسمية وغير الرسمية، المواطن أصبح يثق بمؤسسة المجتمع المدني الرسمية، مش لأنها أفضل، لأنها هي القادرة وهي تملك القرار لإحداث الفعل. ومن هنا أضطر اللقاء المشترك للذهاب نحو تشكيل يعني مجالس للضغط والمطالبة، ثم شيئا فشيء تراكمت حد وصول الثورة الشبابية، عندما المخلوع صالح وصل به إلى أن سيذهب وأنا أقول للمواطن اليمين، ولنتذكر أولئك الذين يتحدثون عن العدوان، أن تهديد المؤتع ارتكبت الأحزاب اللقاء المشترك عندما تمددت لذاتها في الانتخابات، وبالتالي هي قبلت أن تكون الطرف الأضعف لكم سنة. عندما تقبل التمديد، يعني أنت لا تمثل أغلبية في البرلمان، عندما تقبل يظل المؤتمر هو المهيمن، هذا عنصر أساسي، تقبل بنسبة التمثيل هذا. اثنين، العنصر الآخر الخطير والمهم بالنسبة لي، هذا القبول أدى بنا إلى حدوث ثورة، إلى أن المؤتمر شعر بهذا النزوع وهدد بالذهاب للانتخابات منفردا. هذا أدى بالمجتمع الدولي خوفا إلى أسس ما يسمى أصدقاء اليمن، وخرج صناعة الشام اليمني، أقولها بوضوح أولئك الذين يتباكون، أن الذي سلم اليمن للمجتمع الدولي المخلوع صالح، لأن المجتمع الدولي دخل من باب خفي تحت ما يسمى أصدقاء اليمن، وبدأ يتحدث عن إصلاحات ويسيطر على الحقل السياسي. ثم
نقلنا الى سانقل واعود للموضوع بتاعك، ثم نقلونا الى الباب السابع بعد تفجير العرضي. اذا الذين يتباكون على السياده والذين يتحدثون عن ان 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 عن العدوان الخارجي ويتحدثون عن التفريط بالسياده، وهذا يتحاكم عليه المخلوع في حسب الدستور بالخيانه العظمى، انه سلم المجتمع الليبي للمجتمع الخارجي، هدد بالذهاب منفردا، وبالتالي ادى الى ما يسمى الاحتقان السياسي، بمعنى انه اصبح الاحزاب السياسيه يسمى فاقدا الاقتدار السياسي، ان اعضاء المؤتمر الشعبي العام، المواطن ينتظر من امين العام الحزب ان يحدث تغيير، امين عام الحزب يدرك صعوبه هذا التغيير، انه لا غير قادر ينزوي صح. ومن هنا المواطن تفقد ثقته بي 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 بالقدره على التغيير. ادى بماذا لو سمحت اكمل الفكره؟ ادى بان عندما جاء التقط الشعب اليمني والتقطت الجماعات المحتقنة الحقل السياسي اليمني كان قابل للانفجار قبل تونس وقبل مصر، ولكن كان لم يجد الوسيلة كيف يمكن أن أمام هذا السيطرة الأمنية وهذا القمع وهذا الحرس جمهوري، ما يسمى بحرس جمهوري وحرس عائلي الآن أمن قومي. بالتالي عندما شاهد في تونس ما الذي حدث التقط الفكرة تحفز أيضا وذهب إلى الساحات. طيب في هذه النقطة دعنا نشرك معنا في الحوار أحد شباب هذه الساحات، دكتور عبد الباقي، ينضم لنا الصحفي توفيق الشنواح. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ توفيق. فيصل بن شملان، كيف كان ملهما لكم أنتم كشباب ثورة في الخروج إلى هذه الثورة وعمل هذه الثورة أمام نظام استمر في تجاوز الفكرة المدنية والديمقراطية بشكل متتالي إلى أن انتهى الحال به إلى أحد يعني أطراف تحالف الانقلاب الآن؟ مساء الخير لك ولضيفك العزيز الدكتور العزيز عبد الباقي شمسان. المناضل الفقيد الكبير فيصل بن شملان كان بالفعل كما تفضلت ملهما، هو الملهم الأول وهو رائد التغيير الأول لثورة التغيير السلمية التي شهد لها العالم بصمودها وبنضالها الفذ. وفي ألف العام 2006 وما قبله كان في 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 ملتقى التشاور الوطني، كان فيصل بن شملان بمثابة الشخصية الوطنية الملهمة للكثير. كنا حينها ما زلنا في الجامعة، لكن أتذكر كثيرا خطاباته وأقواله المشهودة التي كان يرددها، والتي كانت بمثابة الملهم الأول والمشعل لجدوة حلم التغيير ومشروع بناء الدولة والقائم على خلق فرصة جديدة للتغيير وبناء اليمن الجديد الذي يحلم به كل اليمنيين. وكان الفيصل بن شملان الريادة والسبق الأول في إشعال هذه الخطوة، وأنا أعتقد أنه فيصل بن شملان ثورة التغيير هو من بدأها فعليا، لأنه كسر حاجز الصنمية الذي أوصل البلاد إلى حالة ركود سياسي، ووصل الكثير من السياسيين وحتى من الشباب من أقراننا ومن غيرهم إلى حالة من الإحباط واليأس المرير، إنه البلد تسير من حاكم إلى حاشيته أو إلى أبنائه في توريث حتمي. لكن فيصل بن شملان كسر هذا الحاجز، وكان هو الرجل الأول الملهم لمشروع التغيير الذي ينشده كل اليمنيين واليوم يسيرون على خطى رحمه الله. طيب يعني في هذه الذكرى ومن خلال الفهم والمتابعة أستاذ توفيق، هل بات شباب الثورة أكثر تجربة أكثر خبرة يعني خاصة مع مرور تراكمات للعملية الديمقراطية في البلاد كما تحدث هنا الدكتور عبد الباقي شمسان، وكان فيصل بن شملان أحد هذه التراكمات، هل بات أكثر وعيا بالديمقراطية، كيفية لعب هذه اللعبة الديمقراطية، في حال ما استقرت الأوضاع في البلاد سيكون قادرا على عمل دور فعال بهذه العملية؟ مثل ما كان لفيصل بن شملان الريادة والسبق في كسر حاجز الصنمية الذي كان مسيطر على الوعي الجمعي في الوطن في وطننا، هذا الحاجز الذي كسره بن شملان وقدم خلاله دروس بالغة الأهمية للشباب وللجيل الحالي، كان بلا شك هو الملهم للاستمرار على النهج الذي انتهجه فيصل بن شملان رحمه الله. واليوم الشباب وكثير من قوى التغيير الخيرة هي تستلهم هذه الروح الملهمة، أن التغيير
إذا ما حملته الجماهير فهو قضية حتمية للجماهير، وكان بمثابة الملهم الأول لهذه الخطوة باعتبار أنه التغيير عندما يحمله الجميع فلن يقف أمامه أي أحد. إذا أشكرك الصحفي توفيق شنواح، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة لك دكتور عبد الباقي، كان هناك نقطة تريد التعقيب عليها في حديث الأخ توفيق. بس حتى أوضحها لفهم ما الذي أحدثه هذا الرجل، بعد الانتخابات أدركت النخب السياسية والقطاع الشبابي أن الوصول للسلطة لا يمر عبر صناديق الانتخاب، وهذا ضاعف من القلق والتوتر. أي اكتشفت النخب، كانت النخب السياسية التي الحزبية تدرك ذلك، ولكن ولهذا كان هدفها هو إحداث هذا الارتباك. لكن جيل الشباب والشباب الذي يعيش بانفتاح لم يكن يدرك أن الطريق إلى السلطة لا يمر عبر صناديق الانتخاب، والذي ساعد في ذلك أيضا إعلان المخلوع الذهب تصفير العداد، أيضا التعديلات المقترحة، الأزمات الاقتصادية، إضعاف الأحزاب، كل هذا أدى بالشباب إلى التي لم تكن حزبية أيضا، كانت مدنية وكانت تحمل مشروعا حديثيا، إلى ما يسمى الآن لتفسير ما حدث يسمى برفض المعاش والبحث عن واقع مأمول. هذا خلق رفضا مجتمعيا لكل ما هو معاش، كان هناك احتقانا مجتمعيا جماهيريا، تدني مؤشرات التنمية البشرية، تدني فرص العمل، مش تآكل، تكاد يعني نحن نقول حتى من باب العلمانية تكاد تختفي الطبقة الوسطى، أو بالأصح غير موجودة. هناك طبقة رثة وهناك طبقة أقلية عالية ناهبة، هناك ما يسمى الفساد، أصبح الفساد أصبح مقبولا في نسق القيم الاجتماعية، أي أن يقول لك أن فلانا ذكيا لأنه خلال 10 سنوات أو أقل لديه بيت وسيارة، بينما الشخص الذي هو أمين وبالتالي له 20 سنة موظف وهو مستأجر هذا هو الغبي. بالتالي هذا يسمى، وهذا القبول لا يحدث إلا في أصعب مراحل الفساد وانتشاره هذا التعميم. أمام هذا الواقع ورفض المأمول، الشباب عندما جاءت ثورة الشباب هنا حدف التراكم، يعني اكتشفنا بعد انتخابات 2006 أن الطريق إلى التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب لا أمل منه، وأن إحداث تحسن في حياة الناس لا يمكن لأنه أصبح الفساد معمم. طيب. حتى الهيئة العامة للفساد هي أيضا تعمل ضمن منظومة قانونية طاردة للتنسيق والتكامل، ومصيرها بيد المخلوع. طيب دكتور، معي دقيقة واحدة عن المستقبل. الآن كيف يمكن الوصول إلى انتقال ديمقراطي كامل ويعني صحيح أو صحيح؟ لدينا من الخبرات والتراكم والتجارب وإعادة الاعتبار مثل هذه الشخصيات، وأن الخيار كانوا كثيرين يعتقدون أن الديمقراطية هي الحل الوحيد لمعالجة الوضع في اليمن لإعادة توزيع الثروة والسلطة والمواطنة. يعني الآن ما يحدث من انقلاب في 21 سبتمبر هو ناتج عن لا مواطنة، وهؤلاء الذين يعودون إلى ما قبل الجمهورية. بالتالي اليمن مفتاحنا، لدينا من التراث ومن الخبرة والتجربة، ولدينا نخب عاشت الاشتراكية وعاشت تجارب أخرى، وكل هذا الرصيد يمني نستطيع أن نستثمره ونستكمل عملية ما يسمى إحداث التغيير باتجاه التجدر، وهذا بحاجة إلى استثمار كل تجاربنا بما فيها الثورة الشبابية وبما فيها كل تطلعاتنا نحو المستقبل. والحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات أكثر بكل تأكيد. إذن أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.